ورجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا في إطار فقرتنا الثانية من فقرات برنامج ابن حياتك. دايما كل بيت فيه مشاكل، فيه مشاكل أسرية، المشاكل دي بتبقى نتيجة مشاكل مادية أو مشاكل اجتماعية أو مشاكل بسبب الحياة المعيشية نفسها. بس هل المشاكل دي ممكن توصل بينا إن إحنا الأسرة يحصل فيها طلاق أو انفصال؟ ده اللي هنعرفه النهارده مع الأستاذ محمد هلال، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والباحث القانوني في ماجستير القانون العام وعضو اتحاد المحاميين العرب. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير. صباح الخير أستاذ إسلام. أستاذ محمد، إحنا دايما طبيعي إن كل بيت في مصر ما بيخلاش من المشاكل، ودايما المشاكل موجودة بسبب الظروف الحياتية اللي إحنا بنعيشها أو بسبب حتى الظروف المادية اللي طرقت علينا جديد بسبب فيروس كورونا. حضرتك ممكن تدينا نبذة عن أسباب المشاكل الأسرية؟ في بداية الأمر إحنا نتكلم في موضوع الأسرة، هي نواة المجتمع البشري. الأسرة الحاضن الرئيسي لأفرادها والمصدر أساسيا للسعادة والطمأنينة، ولكن مفيش أسرة بتخلو من المشاكل طبعا والاضطرابات بين الحين والآخر. ده خلاف، ده طبيعة وسنة الله في الأرض، خلاف اختلاف خلق البشر. كل واحد ليه سماته، كل واحد ليه شخصيته المستقلة، كل واحد ليه آراءه، كل واحد ليه طباعه. طيب المشاكل الأسرية بمعنى أصح تعرفها هي نوع من العلاقات المضطربة بين أفراد الأسرة التي بدورها تؤدي إلى حدوث مشاكل وخلافات بين أفراد الأسرة. الخلافات والمشاكل دي بتنتج نتيجة سوء سلوك أحد أفراد الأسرة أو الطرفين معا، الزوج والزوجة. طيب الخلافات والمشاكل دي لها أسباب معينة. أول سبب مشكلة ضعف التواصل بين الزوجين، بمعنى هتلاقي مثلا حد من الزوجين بيتواصل اللي هو منشغل عن الطرف الاخر، لا ماسك الموبايل، لا متابع التلفزيون على ماتش كوره، لا مثلا الزوجه متابعه مسلسل معين. طبعا ده بيؤدي الى فتور العلاقه بين الطرفين، فده معظم الخلافات بتبدا من النقطه دي. المشكله الماليه بين الطرفين، لازما في وضوح وفي صراحه بين الطرفين. تمام، اي طرف من الطرفين لازما يقول للطرف الثاني طبيعه مثلا ديون، طبيعه دخله، طبيعه الدخل المالي بتاعه، عشان الطرفين يتكيفوا معنى اصح في نطاق العيشه بينهم، يعني نطاق واقعي في مجال العيشه، في مجال الدخل بينهم الاثنين. طيب لو احنا كدبنا على بعض في موضوع المشاكل الماليه، المشاكل الماليه بنسبه 70% بتاتي المكتب الساده المحامين من ضمن اسباب الخلافات الاسريه. طيب المشكله الثالثه الثقه، اختلاف الثقه أو الثقة اللي هي في فرق كبير بين الشك والغيرة. الشك والغيرة هنعيدها تاني، ده شعر بينهم هما الاتنين. الشعر ده لو انقطع بمعنى أصح هتظهر المشاكل الأسرية. هتلاقي واحد مثلا بيشك في مراته، في تصرفاتها، غيرة زيادة عن اللزوم في طبعها كده. طيب المشكلة الرابعة اللي هي اختلاف المشكلة الثقافية والجنسية بمعنى أصح. إحنا في مجتمع شرقي زي ما بيقولوا، كل طرف من الأطراف ليه تربية معينة، ليه نشأة معينة، ليه وضع معين. طبعا الزوجة مثلا لو من الريف لها تربية معينة، لها طبعا نشأة تربية معينة الريف عن المدينة. تمام. طب عدم الصراحة بوجود مثلا مرض عارض جسماني من الزوج أو الزوجة، طب أنت ما تقول العلاج موجود، طب ما تروق، تبدأ المشكلة تنشأ من هنا. طيب المشكلة الخامسة تدخل الاهل والاصدقاء، ده اصعب مشكلة يا استاذ محمد. دي بقى دي بنسبة مشكلة. بعد المشكلة المالية، يعني بنتكلم المشكلة المالية 70%، تدخل الاهل والاصدقاء بالنسبة اللي بيجي لشغلنا مكاتب السادة المحامين 60%. بمعنى هتلاقي مثلا طرف الام خايف على بنتها، الاب خايف على ابنه. طيب هم في الاول نصيحة، هتلاقي مثلا طرف معنى بيبقى المساحه بتبدا توصل لتدخل، تدخل في الشؤون الداخليه. طيب التدخل في الشؤون الداخليه اللي هو يتدخل انصاف طرف على اخر، طبعا كل واحد ينصف اللي يخصه طبعا. فتبدا تدخل في الشؤون الداخليه بتاع الاسره، تلاقي الموضوع كبر معنى اصح والمشكله بتكبر، مع ان المشكله المفروض تبقى اصغر من ده كله. بس هي ديت احنا لخصناها. بنمنع تدخلهم ازاي لو هي الام مثلا خايفه وبتسال دايما؟ والله دي بترجع للزوج والزوجه بمعنى اصح. يعني المفروض زي ما بيقولوا كده، كان زمان متعلم، المشكله ما بتخرجش خارج حيز الشقه بمعنى اصح. في مشكله بينهم بعض نحاول نحلها، نحاول نتكلم مع بعض، يتكلموا في الاب والام، يتدخلوا زي ما بيقولوا في الخير. انا كويسه الحمد لله ماما، انا كويسه الحمد لله تمام. لكن احنا من المشكله يعني، ما هي دي بقى بنتكلم فيها النقطه، اختلاف الثقافه واختلاف التقاليد. بتزعل مع جوزها شويه، تقوم رافعه التليفون على مامتها، ده حصل كذا 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 كذا.
لو احنا لمينا الموضوع ببساطه هتلاقي الموضوع خلاف ده خالص، الموضوع مش هنلجا للمحاكم ونلجا للقضاء ونلجا لاي موضوع ده خالص. تمام. طب احنا يوميا بنسمع عن حالات طلاق ومعدل حالات الطلاق بيزيد. تمام. في سبب لده؟ قبل ما نتكلم في معدل الطلاق انا اقول لحضرتك نسبه خطيره جدا احنا بنشوفها في الواقع العملي بالنسبه للمحاكم او التقاضي. انت ليك ان تتخيلي ان حالات الطلاق في مصر كل 4 دقائق. عليك تتخيلي ان موجود 250 حاله طلاق يوميا. على فكره الاحصاءات ده مش من عندنا، ده من احصاء مجلس الوزراء. طيب 14 مليون قضيه طلاق سنويا تشهدها المحاكم المصريه. انت عارف معنى ايه يا استاذ اسلام؟ ديت ما يعادل 28 مليون مواطن بيتمثلوا قدام المحاكم المصريه. امال كده مين اللي استقر في بيته اسمه؟ هو اللي اقول لك بقى النسبه الاكثر مليون كده يبقى خلاص. نسب الطلاق في السنوات الثلاثه الاولى من عمر الجواز من الفئه العمريه 18 سنه ل 35 سنه بتوصل 40%. احنا دخلنا في مرحله صعبه جدا. طيب احنا المفروض ان احنا قلنا ايه؟ في اهل تدخل، في عقلاء يتدخلوا. طيب هل مثلا البيئه او التربيه او معنى اصح الموقع الجغرافي بيختلف؟ لك ان تتخيل ان الريف نسبه الطلاق بيزيد 3.6 عن المدينه 2.9. طب اسباب الطلاق هي نفس اسباب المشاكل الزوجيه بس هيزيد عليها حاجتين ثلاثه. اولا عدم التكافؤ والتوافق بين الزوجين. بمعنى اصح عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث المستوى معايا المادي والاجتماعي والمستوى العمري والمستوى الثقافي بينهم الاثنين بيؤدي، دي من اهم الاسباب، بيؤدي الى اختيار الخطا للشريك الخطا. الاختيار الخطا للشريك الخطا بسبب عدم معرفه كافيه لكل طرف والتصرف في قرارات الزواج. النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية انشغال الزوجين، كل واحد لا ده قاعد يتفرج على التلفزيون، ده ماسك الموبايل، ده نقص التواصل. المشكلة التانية نقص التواصل بين الأزواج بيجعل الحياة الزوجية كصحراء. خلاص كل واحد بيبقى مشغول في مكانه مش مع بعض أو كأنهم مش عايشين مع بعض. مفيش مش موجودين مع بعض بمعنى أصح. النقطة التالتة زي ما قلنا المشكلة المالية من أكبر المشاكل، العنف وسوء المعاملة. بعض الأزواج بيلجأوا للعنف اللفظي والعنف البدني والتعدي بالضرب والتعدي بالسب والتعدي بالإذلال من نوع كضغط على الزوج. طب الزوجة لما تعمل فيها كده تفقد هويتها بالكامل وتبدأ مرحلة الكره لنفسها قبل مرحلة الزواج، قبل مرحلة الزوج عفوا. يعني تبدأ تكره نفسها أولا ثم تكره حياة زوجية وتكره الأسرة هي موجودة فيها. ممكن يوصلها الأمر إن هي ترتكب جريمة زي الجرائم اللي بنسمع عنها، تقتله مثلا أو تقتله. موجود أيوة موجود كتير في ساحات المحاكم. طب المشكلة اللي إحنا اتكلمنا عنها بصراحة لازم نعيدها تاني. احنا زي ما بيقولوا احنا بنرسم خيال جميل وبنرسم وهم جميل، انا عندي وانا عندي وانا عندي، وبتكتشف طبعا الزوجه ان مفيش، وهي برضه وهو بيكتشف برضه مفيش. الصراحه في الدخل والصراحه في الديون والصراحه في الامتيازات الموجوده بين الطرفين. المشكله الخامسه احنا قررناها من شويه، تدخل الاهل، بس دي بزياده شويه. يعني احنا طبعا القاعده الشرعيه حكم من اهله وحكم من اهلها. ممكن نتدخل العقلاء يتدخلوا بكلمتين كويسين الموضوع يتلم وخلصنا، ما تنور اللجوء للقضاء وكده. لا طبعا كل طرف عايز ينصف طرف على الاخر. انا بنتي ما بتغلطش طبعا، كل واحد بيقف في مصلحه انا ابني ما بيغلطش، انا ابني كويس طبعا. هو ده يعني اختصارا، ده يعني هو الاسباب كتير، اسباب حالات طلاق كتير طبعا. بس ده اختصارا للخمس نقط المتداولة بالنسبة احنا كسادة. طب هو بالنسبة لموضوع الطلاق هل له انواع قدام المحاكم مثلا؟ يعني القواضي القواضي الطلاق لها انواع قدام المحاكم ولا مجرد طلاق وخلاص؟ طبعا 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 في 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 طلاق كتير. يعني احنا لو اتكلمنا مثلا انواع الطلاق، في طلاق الضرر، في طلاق الغيبة، في طلاق الزوجة للزوج من زوجة أخرى، في طلاق للخلع، ده معروف طبعا. بس الاختلافات كلها ما تختلف للأسانيد القانونية طبعا، وال يعني الأسباب القانونية. طلاق الضرر ما نسب ضرب، ما هو حاجه من الاثنين بمعنى اصح. طلاق الغيبه ده معروف الزوج غايب مثلا بقاله فتره طويله ما نعرفش عنه حاجه، يعني شرحها مبسط بمعنى اصح. الطلاق مثلا لحبس الزوج يعني، بس ده طبعا له شروط معينه، ان الزوج يكون محكوم عليه اكتر من 3 سنوات، ولازما يكون مقضى اكتر من سنه من سنه من فعلا قضى سنه فعلا في السجن. فده برضه من احنا عايزاه معلش. لو اقل من كده، لو المده اقل من كده لا يجوز لها طلاق. لا يجوز لها طلاق. طبعا طلاق الخلع يعني احنا بنسمعه خلع، معظم النساء بتلجا له ليه؟ لان هو محكم بوجوبيه النفاس.
اسهل بمعنى اصح في جراءاته. يعني الخلع واحكامه امام القضاء اسهل من الطلاق. طبعا واجبه النفاذ اللي يجوز عليها الطعن باي درجات سواء بالاستئناف او بالنقض بمعنى اصح، لان الفكره كلها يعني انت بتاخد حكم خلع بتنفذه، لكن الطلاق ممكن تستأنفه بوجود اجراء. طب بتختلف قواضي الطلاق عن قواضي الخلع في عثمان، ايه الفرق ما بين قضيه طلاق وقضيه خلع؟ ما هو الفرق زي ما قلت لحضرتك مثلا يعني في مصلحه مين مثلا يعني، او ايه مثلا ايه الشروط الواجبه في الطلاق وفي الخلع؟ يعني الزوجه بيكون حقها فين اكتر؟ لا هو حقها اكتر طبعا في الطلاق دي معروف، لكن الخلع طبعا بترد له مقدم الصداق، بترد له كل شيء، هو خيره المنع صح، بتتنازل طبعا حقوقها كنفقه عده او نفقه متعه، ما لهاش اي حقوق معينه بمعنى اصح. هي الفكره كلها انه اسرع، هو معظم الزوجات نسبه صدور الاحكام بالنسبه للطلاق والخلع وطلاق واي طلاق عموما متوفر يعني في القانون 70% 30%، يعني نسبه خطيره ان الزوجات بيلجا له الخلع اكتر من الطلاق. اسهل واوفر. طبعا اسهل واوفر. اسهل واوفر طبعا. اسهل واسرع يعني. اسرع طبعا. طيب هو خلال فتره عمل حضرتك في المحاكم وكده، ايه اغرب القضايا اللي ممكن تكون عدت على حضرتك وحصل فيها طلاق وما كانش الامر يستدعي ان يحصل فيها طلاق؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، كان مثلا كان اغرب قضيه طلاق كان بسبب ريموت كنترول. ريموت كنترول؟ نعم. للدرجات دي يعني؟ القصه مثلا حكيتها لحضرتك يعني كان زوج قاعد، فالزوجه بتقول له هات لي الريموت، فرماه يعني عادي بيديهولها كده بمعنى اصح، قام جاي في وشها انت متخلف يعني، الامر تطور، الموضوع تطور بقى. لا انت بتشتميني، لا انا بشتمك. طبعا الاهل مش هيهدوا الموضوع، لا بنت ما تشتمش، لا ابن ما بيغلطش، لا ابن مش عندهم حق برضه يعني الموضوع كبر. ريموت كنترول ازاي؟ الموضوع كبر، لجأنا للقضاء. دي كانت اسرع عده طلاق زواج 20 يوم. 20 يوم؟ 20 يوم. كويس ما طولوش عن كده. كويس ما طولوش اكتر من كده. ماشي. حضرتك ممكن تحل المشاكل دي بطريقه وديه بدل المحاكم والكلام ده؟ لان دايما المحامين واخدين سمعه ان هم مجرد ما يجي لك القضيه مصدق لها قضيه ومصدق يشتغل على قضيه. والله العظيم والله العظيم احنا كفئه ساده محامين بمعنى اصح اكتر فئه مظلومه في الموضوع ده. مكتب المحامي او عموما هقول لحضرتك حاجه، هو انا لو جالي موضوع مثلا عايز احله ودي مش احسن لي ما اتعب مثلا معلش ده قضيه وملف وهروح وهاجي وهتابع وجلسه وتاجيله، واقع بنعيشه كساده محامين عموما. في طرق وديه احنا بنتبعها، لكن الناس فاكره المحامي اللي هو الفكره لا تعالي يلا توكيل اجرى سواء زوج او زوجه عموما. ماشي معانا اتصال. الواقع اتفضل كمل وبعدين نخش. الواقع مختلف تماما عن اللي احنا بنشوفه. طيب ماشي اتفضل. احنا لو شفنا طرق يعني محاكم الاسره ما بتخلاش من سيدات وزوجات بيبحثوا عن الطلاق او الخلع او ايا دعوه. ماشي هنستنى حضرتك هناخد الاتصال. اتفضل اتفضل اتصال. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ احمد. الله يكرمك. اتفضل. انا حضرتك انا مراتي طالبه مني الطلاق بسبب ظروف المعيشة الاجتماعيه. ايوه معاك يا فندم. اتفضل يا فندم كمل. حضرتك بتتكلم على الطلاق وعلى ماشي. هو أيوة الظروف المعيشيه بس حضرتك؟ الظروف المعيشيه بسبب اسباب اللي احنا في عايش فيها البلد. طيب اتفضل استاذ محمد هيجاوب حضرتك. اتفضل استاذ محمد. هو احنا لسه بنتكلم هديت من ضمن المشكلات اللي بنتواجه. طب حضرتك السؤال ايه حضرتك؟ انا مش عارف السؤال ايه بالظبط يا فندم. الزحمه. السؤال حضرتك ان مراتي طالبه مني الطلاق بسبب المعيشه الاجتماعيه، ظروفي الخاصه اللي انا مش عارف امشي بيتي. بس ولا عارف اكل ولادي. ايه ده كده حضرتك كل اللي حضرتك بتسال عنه؟ يا فندم هو مش ده اسباب الطلاق اللي حضرتكم بتتكلموا عليها دلوقتي. ماشي يا استاذ احمد. الاستاذ محمد هيتفضل بالرد على حضرتك. طيب هو المشاكل الماليه. شكرا يا استاذ احمد. اتفضل. هرد على استاذ احمد. اتفضل. المشاكل الماليه ما احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، هي دي الفكره كلها، ان ما كانش في مثلا صراحه من الطرفين في موضوع المشاكل الماليه او موضوع الدخل المالي. هي الفكره كلها زي ما انا فهمت السؤال بتاع الاستاذ احمد، عموما في الدخل المالي او في دخله تقريبا المادي تقريبا السؤال معناه كده طبعا. طيب هو ده مش اعتبرش برضه سبب من دون احنا بنقول ده مشكله بتلجا للطلاق. ده مش سبب من السبب الرئيسي او قوي للطلاق. ده بيبقى امور تفاهم ما بين الطرفين يعني، ممكن يتفاهموا فيها مع بعض كامور معيشيه. لا طبعا انا بطمن. او يبداوا ان هم يدبروا امورهم على الوضع الجديد. احنا بنتكلم اسباب الطلاق اللي بتلجا يعني الزوجه او الاسره بتلجا للطلاق، لكن الدخل المالي ما هوش سبب من ضمن اسباب الطلاق. اتصل تاني حضرتك. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ ادهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا استاذ ادهم. صباح الفل. تمام. اتفضل سؤال حضرتك يا استاذ ادهم. لو سمحت انا عايز اسال المحامي. اتفضل. على
أنا أختي كانت زمجانة وحصلت مشاكل في نفس الوضع، تمام، وحصل طلاق، وحصل هو راح مطلقها غيابي. تمام، إحنا بنرمح وراه على ما بحلول يحللها ولا بحلول الناس تتواصل معنا يحلوا معاها، ما رضيش يحل ولا يدي حقوقها. حكمنا المحامي، المحكمة حكمتنا في القضية بتاعتها عليه بالجائمة 3 سنين سجن 20,000 جنيه. تمام. والحكومة مش متواصلة معاه، وهو ماشي وليه سكن وليه محل وسوبر ماركت وده، ما عارفينش نحل معاه بأي وسيلة من الوسائل. تمام. إزاي ده نعمل معاه عشان ناخد حقها وظروفها؟ حضرتك شكرا استاذ ادم الاستاذ محمد، اتفضل برد على حضرتك. حضرتك بالنسبه للطلاق الغيابي، هي الزوجه لها حقوق معينه كنفقه عده وكنفقه متعه، طبعا لو في صغار في نفقه صغار. بالنسبه للحكم الصادر ضد الجنحه بتاع تسليم المنقولات او جنحه تبديد منقولات بمعنى اصح، انت ممكن تاخد الحكم دوت وتوصل لمديريه الامن التابع ليك او القسم الشرطه التابع ليك، وتعمل كفاكس او كشكوى ينزل يعني انا معنى اصح يقبض عليه عشان يجي يعارض او يستأنف او احيانا الجنحه وصل فيه، يعني يتجه للاسم يا استاذ محمد. طبعا يتجه طبعا تنفيذ الاحكام الموجوده له. طيب طبعا بالنسبه للمشاكل الاسريه يا استاذ محمد، كاي مشكله في الدنيا بيبقى لها حل. تمام. احنا عايزين نعرف الطرق الحل. طب هرد على الاستاذه في موضوع دور المحامي عشان احنا مظلومين في الحته ديت، معلش يا صاحبي. اتفضل. طب احنا قلنا مفيش اي محكمه بتخلو من الدعاوى ديت، تمام، سواء دعوى طلاق او خلع او دعوى نفقات، ابناء اباء تركوا ابنائهم من غير نفقه، ابناء وزوجات عايزين يبحثوا عن نفقتهم. طيب في حل، 3 حلول احنا ممكن نلجأ لهم. طيب الحل الودي اللي هو الجلسه العرفيه بتاعت زمان، يعني احنا كنا اول ما اشتغلنا الجلسه العرفيه بمعنى اصح، بيدخل العقلاء زي ما قلنا القاعده الشرعيه، حكم من اهلي وحكم من اهلي. طيب الموضوع ده الجلسه العرفيه ديت يا جماعه كانت هي عامله زي القطر او المحطه اللي بتوقف قطار المشاكل زمان. كان في عقلاء بيتدخلوا يوقفوا الموضوع ده او يوقفوا المهزله ديت، بيتدخلوا فيها الموضوع بيتحل، ما نلجاش للقضاء. 2، مكاتب التسويق. مكاتب التسويق من ضمن يعني الاشياء الجديده، يعني الاشياء الجميله قصدي، اللي هي بتحل الموضوع ده. انت كمحامي ممكن تدخل تروح مكتب التسويق مع موكلتك او موكلك، بتقعد معاهم مع طبعا اخصائي القانون، اخصائي النفس، اخصائي الاجتماعي الموجودين في مكتب التسويق، تكتب محضر الصلح بينهم، بتكتب الاتفاق، الموضوع بيخلص ودي بطرق ودي. هقول لحضرتك حاجه مفاجاه، انا ممكن انا بعملها انا شخصيا. جالي موكل موكلين مثلا او واحده او سيده او واحد عموما، انا ممكن اتصل بالطرف باخد بياناته رقم تليفونه، باتصل بيه 1 2 3 بتكلم معاه، اقول له والله في وضع 1 2 3. طيب مفيش حل، ابدا موضوع تخويف او ترهيب بمعنى خراب البيت، طب هيجي عليك احكام، طب خد بالك هي لها حقوق كذا وكذا وكذا، ولادك او ابنائك لهم حقوق كذا وكذا وكذا، طب في لين؟ مفيش لين، خلاص معلش بقى زي ما بقول ده شغلنا، بيتم اللجوء لايه؟ للقضاء. النقطة المهمة جدا ان احنا يعني احنا حسيناها كمحامين معنى اصح من حوالي 3 سنين تقريبا او 2 سنين، توجيهات السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر من المؤتمرات، لما اتكلم شيخ الازهر، تمام، قال له موضوع الطلاق كتير، يعني موضوع طلاق كتير جدا. احنا بدأنا نشوف كسادة محامين معنى اصح ان دعاوي الطلاق والخلع بقت تروح مكتب فتوى، ما كانتش موجودة، كانت جلسة في الثانية حالات التحقيق. تمام. نجيب الشهود، لا بقينا. طب تخيل يا استاذ اسلام، اقول لحضرتك حاجة، ان الموضوع فتاوى الازهر اللي احنا بنروحها الزوجين قدام طبعا ما الشخص الفتوى الازهر، شيخ قاعد، اهل علم، اهل دين قاعد، يبقى ينصح الزوجين. انت لحضرتك تخيل 60 او 70% من دعاوى الطلاق والخلع بقت تحل صلح عن طريق مشيخة الازهر. عند مشيخة الازهر بنشكر مفتقد بحضرتك، نوجه الشكر لفضيلة شيخ الازهر ومشيخة الازهر عموما وعلماء الازهر طبعا على تدخله. طبعا وطبعا نحب نشكر السيد الرئيس على توجيهاته لشيخ الازهر في النقطة دي، كنا مفتقدينها لان كنا مفتقدينها لان كانت جلسة في الثانية. يعني احنا ممكن نعتبر ان ده حضرتك من طرق حل المشكلات الاسرية. طبعا ما هو انا بقول لحضرتك 4 حلول اهوت، والمشيخة الازهر ما اتدخلت في الموضوع. اتفضل حضرتك اطرح لنا طرق الحل للمشكلات. طيب هو قبل طول حل المشكلات هم كتير، بس احنا ممكن اختصرناهم مثلا في 7 8 نقط. طبعا اول حاجه تحديد قضيه الخلاف، قضيه الخلاف بينهم بعض لازم نحددها، ايه سبب الخلاف اللي بينه وبين الزوج او الزوجه او كزوجته، ايه الخلاف اللي بينه. النقطه الثانيه، ما سيبش المشكله بدون حل، ما سيبش المشكله بدون حل، عدم ترك لازم اشوف حل، بترك المشكله وما بتمسك في الحل. الثالثه الهدوء وتجنب الانفعال، بلاش سوء معامله، بلاش ضرب، بلاش إهانة لفظي، بلاش بلاش حاجات كتير. النقطة الرابعة اللي معلش دي للزوجات شوية، تحديد وقت النقاش، وقت النقاش معنى أصح، يعني مبقاش وقت غدا ووقت أكل هتلاقي بتتكلمي في مشكلة. صح.
وهو مثلا برضه هنقول للزوج مثلا هي بتلبس مثلا الزوجه او خارجه رايحه مشوار مع فلان او كده او اختها او ايا كان، اختار الوقت المناسب للكلام، اختار وقت مناسب تحديد المشكله. النقطه الرابعه التواصل اللي احنا قلنا عليه، بلاش حته اللي احنا مشغولين بامور حياتنا، بامور مثلا الاطفال، بامور الاسره في وجه عام، لا مشغول بموبايل، مشغول بالتلفزيون، بتتفرج على ماتش، بتتفرج على مسلسل، ومفتقد سليم. العلاقه بينك وبين زوجتك، العلاقه العاطفيه بمعنى اصح. طب لو في معلش لو في مثلا مشكله، اخرج من البيت، الجا للنوم، النوم بيشيل الطاقه السلبيه بمعنى اصح، هتلاقي الموضوع اتحل، ونحن يعني مش هنلجا للقضاء او المحاكم بمعنى اصح. طيب النقطه اللي مهم، التمرن على الاستماع الجيد من الطرفين والتسامح. حصل غلطه من زوجتك، حصل غلطه من زوج، زي ما بيقولوا مسامح كريم، يعني في تسامح، ممكن الموضوع خلص، لكن طبعا الجو بقى اللي هو لا انت غلطت فيا، انت هنتيني، انت قلت كذا، هو ده يعني الحلول كتيره يا استاذ اسلام، بس الفكره يعني احنا بنختصر تطبق او كده، بس هي الفكره بنختصر في الحلول، ويا ريت تطبق، وربنا يهدي الجميع. احنا بنشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد، وسعدنا بلقاء حضرتك طبعا معانا، وبحب اشكر اوجه الشكر للساده الضيوف اللي كانوا معانا النهارده، وبشكر الساده مشاهدي قناه الصحه والجمال، وبشكر الاعلاميه الصاعده آلاء حافظ. شكرا آلاء. شكرا يا اسلام. وبحب اقول للساده الضيوف صباح الخير، واستنونا في حلقه قادمه من حلقات برنامج ابن حياتك.